أبو حماد يا الله من الموت الحياة أبو حماد يا الله من الموت والحياة قولوا الله قولوا الله أبو حماد يشفي الله قولوا الله قولوا الله وأسرانا يحماهم الله أبو حميد يا شعبي بحالي خطرة وصعبي وأبو حميد يا فلسطين حي ميت بالزنازين حي ميت بالزنازين حي ميت بالزنازين أبو حميد بمشفى أبو حميد بمشفى وأبو حميد بمشفى أبو حميد بمشفى الله معاه وشعبه معاه الله معاه وشعبه معاه الله معاه وشعبه معاه مصر حميد ما أغلى مشاهدينا الكرام، إذا ننقل لكم هذه الصورة المباشرة من مدينة الكرم من أمام مقر الصليب الأحمر وهذه الوقفة الأسبوعية الإسنادية للأسرى في سجون الاحتلال التي عادة ما يكون عنوانها أحد الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي أو الأسرى المضربون عن الطعام. في كل مرة يكون هنالك قضية مستجدة أو يكون هنالك تفاصيل جديدة في قضية أحد الأسرى أو الأسرى بشكل عام تبعا للملفات الكثيرة الهامة التي لا يغلق أحدها ولا يتغير في ظروف الأسرى من الإهمال الطبي من الاعتقال الإداري من الإجراءات القمعية وسياسة العقوبات الجماعية التي عادة ما يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الكثير من المعاناة المركبة والكثير من التفاصيل التي يعيشها كل الأسرى في سجون الاحتلال وأبرز ما يتم الحديث عنه في هذه الأيام هو ملف الإهمال الطبي الذي يعاني منه مئات الأسرى نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال منهم الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي دخل قبل أيام في حالة الموت السريري مقابل تعنت الاحتلال في الإفراج عنه حتى وهو في حالة احتضار. عادة ما يتواجد في هذه الوقفات بشكل دوري عدد من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الذين يحاولون على التواجد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم هذا الجمع الجماهيري من فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة الكرم وأهالي الأسرى والحركة الوطنية عامة والمؤسسة الرسمية
والأهلية في هذه المحافظة. إن اليوم لنصرة أسران البواسل ومنهم المرضى وكبار السن والأسيرات البواسل، وعلى رأس الأسرة الأسير البطل ناصر أبو حميد. هذا الأسير الذي يعاني الألم والمعاناة على مدار 30 عاما وأكثر في المعتقلات لكل أسران البواسل، ومنهم من أبدى 40 عاما في سجون الاحتلال. فهذا الإهمال الطبي المتعمد من قبل هذا الاحتلال وإدارة مصلحة السجون التي تمارس أبشع المعاملات وأبشع الممارسات الإنسانية بحق أسرانا، والتي تتنافى مع كل المواثيق الدولية بدءا في حقوق الإنسان ومواثيق جنيف. وللأسف هذه القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي تقف متفرجة ومنحازة لكل الممارسات الاحتلالية لهذا الاحتلال النازي بحق شعبنا من استيطان وتهويد القدس وما يجري لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال. هذا الانحياز الأمريكي والدولي الواضح لهذا الكيان المتغطرس من قتل واعتقال مستمر بحق شعبنا الفلسطيني. ومن هنا باسم هذه المحافظة الأبية، محافظة الشهداء والأسرى والجرحى، محافظة الوفاء لقضية الأسرى، ليس جديدا على هذه المحافظة أن تقف هذه الوقفة الجماهيرية من كل أسبوع أمام هذا المكتب الدولي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أيضا من هنا تحملها المسؤولية أن تقف عند مسؤوليتها وتخرج عن صمتها وتحمل هذا الاحتلال النازي الفاشي الممارسات بحق أسرانا. فعليها أن ترفع إلى المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان أن ما يجري بحق أسرانا منافي لكل القوانين الدولية والإنسانية. فعلى كل وطني أن يكون في حالة اشتباك شعبي مستمر دفاعا عن قضية الأسرى. لا نريد ناصر أبو حميد أن يخرج على الأكتاف، نريد ناصر أبو حميد وكل أسرانا أن يعيشوا بحرية وأمن وسلام، أن يعودوا إلى أرض فلسطين، إلى ديارهم، إلى أمهاتهم وأبنائهم الذي ينتظروهم منذ سنوات. علينا باسم الحركة الوطنية أيضا أن نتحمل مسؤولياتنا، ومن هنا أيضا باسم القيادة الفلسطينية ورئاسة سيد الرئيس ومجلس الوزراء أن تعمل جاهدة بتدوير قضية الأسرى إلى كل المحافل الدولية وترفع الشكل مع هذا الاحتلال. سيد أبو أشرف من الناس المواطنين والملتزمين دائما بالتواجد في هذه الوقفة، هو والد أسير بالأصل ولكن تم الإفراج عن ابنه وظل يأتي أسبوعيا إلى هذه الوقفة لا ينقطع عنها أبدا. جاءت اليوم تكتب وجهها الوطني تجاه قضية أسرانا البواسل، ومن هنا يجب أن نكون على مدار 24 ساعة مستمرون للدفاع عن القضية الوطنية والأسرى قضية الأسرى، ونكون ناصر أبو حميد إن شاء الله الفرج قريب والحرية قريبة لكل أسرانا، وبكم ومعكم إن شاء الله مستمرون حتى الطالب.
أبناء هذه المحافظة، محافظة الصمود والنضال والعطاء، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نتوجه بتحية إجلال وإكبار، تحية صمود ونضال إلى أسرار البراطن في سجون الاحتلال الذين سطروا وما زالوا يسطرون أرضهم في الصمود والإرادة والتضحية والفداء. نعم، ما زال هذا الاحتلال وإدارة سجونه تشن أرضا مفتوحة على أسرانا من خلال إجراءات عنصرية مقيتة تتنافى وتخالف. نتحدث مع عضو مجلس إدارة نادي الأسير السيد راغب أبو دياك. إذا نتحدث اليوم عن ناصر أبو حميد بشكل خاص، كيف تتم متابعة هذا الملف وما يقابله من تعنت؟ والذي يطلق الفضل علينا حيث لم يعتقل من قضية الشخصية، هب حينما استصرخه البطل كي نحيا بكرامة وأبنائنا على هذه الأرض الطيبة المباركة. ما يجري بحق ناصر ورفاقه على أسرى المرضى هو جريمة ممنهجة تهدف إلى النيل من حياتهم. نتحدث عن مجتمع ربع أسرى مرضى، ما يعني أن هناك جريمة تجري في وضح النهار، وعليه نذكر بأن مسؤولية الإفراج عن الأسرى هي مسؤولية دينية وفلسطينية قبل أن تكون من مسؤولية أي كان، وحالة الوفاء لهؤلاء الأسرى تتواءم بحجم تضامننا معهم وبشكل يليق بحجم نضالهم وتضحياتهم، ويكون كفيلا لوقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بحقهم. ومن هنا سنبقى نعمل ونناضل لا من أجل تحقيق حقوقهم المعيشية، وإنما من أجل الإفراج عنهم كي يساهموا في بناء مؤسسة هذا الوطن كما سبق وأن ساهموا بضحية الاحتلال. شكرا جزيلا لك. نعم، ما زال أصالة، وفي المناسبة والذكرى السنوية الأولى لعملية النفق، نفق أبطال الإسرائيلية والذي تسطر أروع نماذج في الصمود والإرادة وعلق على هذا الاحتلال وعلى تجهيزات هذا الاحتلال وعلى تحضيرات هذا الاحتلال. هذه العملية البطولية والتي سجل أهمية تفعيل هذه الوقفة للقوى الشعبية بمشاركة المؤسسات الرسمية، قديش بتشكل بإحياء قضية الأسرى في الشارع الفلسطيني؟ نعم. نتحدث مع رئيس بلدية الكرم أيضا وهو من الجهات الرسمية المشاركة اليوم في هذه الوقفة السيد رياض الراس. إذا كيف يمكن إحياء هذه الوقفات كجزء من التضامن مع الأسرى، أو ليس التضامن، الوقوف، واجب الوقوف إلى الأسرى؟ هذه الوقفة بحقيقة بحضور المؤسسة الرسمية وعدات المجتمع المدني والفصائل والقوى تؤكد على وحدة شعبنا ووقوفه خلف قضية الأسرى. يعني مثل هذه الوقفة بالتأكيد على أن الشعب والمؤسسات ويقف خلف هذه القضية مهم وحساس جدا بالنسبة لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا. أن يقف أمام مسؤولياته تجاه ما يتعرض له أسرار المواطن في سجون الاحتلال بعد إيرا. محافظة الكرم أيضا السيد ناصر عصام أبو بكر يشارك اليوم في هذه الوقفة، إضافة لممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل في مدينة الكرم. تأخذ هذه الوقفة اليوم الطابع الشعبي والرسمي أيضا
في ظل الحديث عن ملف الإهمال الصهيوني للأسرى في السجون. هنا نطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان أن تقف في هذا الموضوع إلى جانب أسرانا وتعري وتضع هذا الاحتلال وسياساته العنصرية. إخوتكم ورفاقكم في فصائل العمل الوطني المجد للخلود الشهداء والأبرار والحرية، كل الحرية لأسرنا البواسل في سجون الاحتلال، ولكم الشكر.